وكما كتعرف المنتخب النسوي حقق إنجاز كبير بتأهل كأس العالم، الشيء اللي أول منتخب عربي كيتأهل كأس العالم. يستحقنا صراحة التحية والتقدير على المجهودات الجبارة اللي قاموا بها المنتخب النسوي، بالنسبة للإدارة التقنية كذلك. ربما كان هناك بعض المشاكل في المقابلة الأولى، الضغط كبير، ثقة في النفس زائدة. أنت كتعرف أنك تلعب ضد منتخب ألماني كبير، منك تلعب معاه كرة هجومية، كانوا أخطاء فردية لا من الرميشي الحارسة لا من بزاف ديال العناصر اللي ما كانوش في النهار ديالهم ما لعبوش. النتيجة كانت واقعية. بالنسبة للمقابلة الثانية كان إنجاز تاريخي، فوز للتاريخ للذكرى، أول فوز للمنتخب المغربي النسوي في نهائيات كأس العالم ضد كوريا الجنوبية، اللي ماشي سهل أي واحد يقدر يجي يربح في كأس العالم. لسوء الحظ بأن كولومبيا انتصرت في الدقيقة الأخيرة على ألمانيا، الشيء اللي غيخلي المنتخب اللي بغى يتأهل خصو يربح بأكثر من 4 إصابات. كرة القدم ما فيهاش المستحيل، كما كنقولوا الكرة منفوخة بالبرد. ثقتنا كبيرة في المنتخب في لبؤات الأطلس باش يحققوا إنجاز سبيسيال على خطى المنتخب ديال الرجال. كرة القدم كل شيء يقدر يطرا فيها، كتعتمد على جزئيات صغيرة. ربما هدف مبكر للمنتخب المغربي يقدر يبدل بزاف ديال الحوايج في المقابلة رغم صعوبات المأمورية. كولومبيا كيبقى من أحسن المنتخبات اللي شاهدتهم في الدورة، يقدر يمشي بعيد في هذه المنافسة، ولكن روحنا الوطنية وحنا بالقلب بالروح مع المنتخب المغربي حتى لآخر دقيقة في هذه المقابلة، وإن شاء الله تكون نتيجة كبيرة وتأهل لما لا، ونفرحوا الجماهير المغربية ونبقاو غاديين في هذا الخط التصاعدي ديال كرة القدم الوطنية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.